15 طريقة للبحث على جوجل لا يعرفها 96% من الناس. لا يعد البحث على جوجل أداة بحث هامة فحسب، بل هي أيضا الصديق المفضل للكثير من الأشخاص. ستجده دائما إلى جانبك باستثناء المرات التي لا تكون متصلا فيها بالإنترنت. هذا مخيف، وسيساعدك في أي شيء. سيعثر لك على كلمات الأغنية التي سمعتها على الراديو، لكنك لا تعرف منها سوى أنت أنا إلى الأبد مطر، كما أنه يحتوي على وصفات ألذ الفطائر ويوجهك نحو أفضل المطاعم القريبة منك. الطلاب لا يمكنهم الاستغناء عنه، ويعد كذلك أهم مصدر معلومات للبالغين أيضا. لكن في بعض الأحيان نحتاج لتفحص مجموعة كاملة وضخمة من المعارف لنحصل على ما نحتاج إليه من معلومات، وهذا سيتطلب منك ساعات بدلا من بضع دقائق. إليك قائمة لأكثر الطرق والحيل الفعالة للبحث على جوجل، ستساعدك على العثور على المعلومات التي تبحث عنها في بضع ثوان. إذا كنت لا تستطيع تخيل نفسك بدون جوجل، اضغط زر الإعجاب. شاهد هذا الفيديو إلى النهاية لتحصل على مكافأة ظريفة حضرناها لك. 15. إما هذا أو ذاك. عادة ما نكون غير متأكدين من أننا نتذكر المعلومة أو اسمها بشكل صحيح لبدء البحث، لكن لا يجب أن يشكل هذا عائقا أمامنا. ضع ببساطة بضع الاحتمالات عن الشيء الذي تبحث عنه، وافصل بينهم بكتابة الرمز التالي. يمكنك أيضا استخدام أو بدلا من هذا الرمز. هكذا سيكون من السهل عليك اختيار النتيجة التي تبدو لك منطقية أكثر. تخيل هذا، ذكرت لك صديقتك بأنها تريد الحصول على نفس تسريحة شعر جينيفر، لا تدري ماذا، هل كانت أنستون أم لورانس؟ سيظهر لك جوجل الاثنتين في آن واحد، حتى تستطيع التخمين عبر الوصف الذي قدمته صديقتك عمن تقصد من الجينيفرات. كيف يمكن أيضا لهذه الحيلة أن تساعدك؟ تخيل أنك تريد أن تقرر أي الهواتف النقالة يجب شراؤها. اجعل جوجل يعثر لك عن مختلف الامتيازات ويصف لك مميزاتها كذلك. أدخل فقط شراء أندرويد أو آيفون بسعر منخفض. 14. البحث باستعمال المفردات. لغتنا ثرية بالمفردات، ويكون هذا ملائما في بعض الأحيان عند إجراء البحوث عبر شبكة الإنترنت. إذا احتجت إلى العثور على مواقع ويب تتحدث عن موضوع معين بدلا من تلك التي تتضمن عبارة معينة، أضف هذا الرمز لبحثك. على سبيل المثال، إذا كنت تبحث عن مصطلح طعام وصحي، ستحصل على نتائج حول مبادئ الأكل الصحي، وصفات الطبخ، فضلا عن خيارات الأكل الصحي. كما ترى، كل شخص لديه طريقة مختلفة لوصف الأشياء. إذا أجريت بحث جوجل باستعمال المفردات، فلن تضطر إلى كتابة طلب البحث لعديد من المرات قبل الحصول على طلبك. أكثر الإجابات تعني أكثر الخيارات في آن واحد. 13. البحث داخل الموقع. تقرأ في بعض الأحيان مقالة مثيرة للاهتمام على موقع ويب، وتشعر على إثرها بأنك تريد مشاركتها مع أصدقائك أو إعادة قراءتها بكل بساطة. والطريقة الأسهل للعثور على المعلومة المرجوة مجددا هي البحث داخل الموقع. للقيام بذلك عليك كتابة عنوان الموقع ثم الكلمة المفتاحية أو الجملة بأكملها من المقال، وستظهر لك النتيجة على الفور. يعتبر موقعنا مثلا مصدرا هاما للمعلومات عن أي شيء، إذن لماذا لا تستفيد من ذلك؟ جرب أن تكتب brightside.me، عوض كلمة شيء بسلطة، وستظهر لك أفضل وصفات السلطة التي نشرناها. 12. قوة علامة النجمة. عندما تخذلنا ذاكرتنا الماكرة ولا تسمح لنا بتذكر تلك الكلمة المفتاحية أو الجملة أو العدد الذي نريد العثور عليه، يمكنك أن تلجأ إلى الرمز المميز نجمة. ضعه ببساطة مكان الكلمة أو الجملة التي لا تتذكرها، وسيصبح من السهل عليك الحصول على النتيجة المرجوة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في العثور على فيلم الخيال العلمي المثير الذي يحتوي على العديد من الأرقام في اسمه، لا تتذكر منه سوى 11 و22، لكنك نسيت 63. عليك إذن أن تعوضه بنجمة، بذلك سيجد جوجل ما تحتاج إلى معرفته. 11.
عندما تكون العديد من الكلمات مفقودة. إذا كنت لا تتذكر أكثر من نصف الجملة عوضا عن كلمة مفتاحية واحدة، جرب أن تكتب الكلمة الأولى والأخيرة وقم بوضع بينهما حوالي زائد العدد التقريبي للكلمات المفقودة. تخيل نفسك أنك تريد لعب دور الشاعر والتباهي بمهاراتك في الشعر. من منا لا يهوى الشعر، أليس كذلك؟ أو نتظاهر بذلك على الأقل. على العموم، قد تنسى اسم المؤلف، لكنك تتذكر أنه كتب شيئا جميلا عن نفسه. يشرد مع سحابة، أو هل كانت كسحابة؟ جرب كتابة إذن أشرد حوالي 4 سحابة. سيربح جوجل بالتأكيد لعبة التخمين تلك، ويظهر لك بيت الشعر كاملا لويليام ووردسوورث. 10. استخدم نطاقا زمنيا. نحتاج في بعض الأحيان للحصول على قائمة الأحداث التي وقعت في فترة زمنية معينة. للقيام بذلك يمكنك إضافة إطار زمني في طلب البحث عبر وضع 3 نقاط بين التواريخ. على سبيل المثال، إذا أردنا العثور على الاكتشافات العلمية أثناء القرن 20، يمكننا إدخال الاكتشافات العلمية 1900 3 نقاط 2000. نعم، هذا سهل. يستعمل هذا كذلك مع الأعداد الأخرى. على سبيل المثال، يمكن إيجاد المنتجات ضمن مجال سعر معين، لذلك جرب إدخال على جوجل GoPro Hero $100 3 نقاط $300. في هذه الحالة لا تنسى أن يتضمن ذلك مؤشر العملة للمبلغ. 9. البحث عن عنوان أو URL. للمساعدة على العثور على الكلمات المفتاحية لاسم أي مقال، قم بإدخال in title قبل عبارة البحث بدون أي فراغ بينهما. للعثور على كلمات من URL استعمل in URL، ومن المهم ألا تضع فراغات بين الكلمات أو علامات الترقيم. 8. العثور على مواقع ويب متشابهة. إذا وجدت شيئاً أعجبك حقاً وتريد العثور على مواقع مماثلة، قم بإدخال related ثم عنوان الموقع مجدداً بدون فراغ بينهما. على سبيل المثال، إذا كنت تعتقد أن موقع نايك لديه الكثير من الأشياء الجميلة ولكنك تريد رؤية المزيد من الخيارات، يمكنك أن تطلب من جوجل أن يجدها لك. سيكون من السهل عليها العثور على مواقع متشابهة. 7. الجمل بأكملها. يعد تأطير البحث ضمن علامات الاقتباس أبسط طريقة وأكثرها فعالية للعثور على شيء معين وبالترتيب الصحيح الذي أدخلته. على سبيل المثال، إذا أدخلت الكلمات التالية: أنا أتلقى موجات إيجابية بدون علامات الاقتباس، سيظهر محرك البحث النتائج التي تظهر فيها الكلمات في أي ترتيب على موقع الويب، ولن تكون بالترتيب المحدد الذي قمت بإدخاله. أما إذا أدخلت أنا أتلقى موجات إيجابية مع وضع علامات الاقتباس، ستحصل على النتائج التي تظهر فيها الكلمات بالترتيب الذي حددته فقط. هذه طريقة رائعة لإيجاد كلمات الأغنية عندما تكون تعرف سطرا واحدا منها فقط. نحن نحتاج من وقت إلى آخر إيجاد كلمات الأغنيات، أليس كذلك؟ اضغط زر الإعجاب إذا كنت تستعمل جوجل لهذا الغرض. 6. كلمات بحث غير مهمة. لفصل الكلمات غير المهمة في طلب البحث، اكتب ببساطة رمز ناقص قبل كل كلمة. على سبيل المثال، إذا أردت إيجاد موقع ويب لكتب مثيرة للاهتمام لكنك لا تريد شراءها، يمكنك كتابة الآتي: كتب شيقة ناقص شراء. 5. البحث عن الصور باستخدام الصور. تخيل أنك كنت تتصفح الإنترنت ورأيت فجأة صورة أجمل معطف على الإطلاق، أو ربما قام صديقك بنشر صورة لمقهى رائع لكنه لم يحدد موقعا على الصورة ويريد أن يبقي ذلك سرا. يستطيع جوجل أن يحل لك هذين اللغزين. كل ما عليك فعله هو تسجيل الصورة. النقر على زر الصورة على جوجل صور، إرفاق الصورة أو لصق عنوانها على URL، وسيجد لك جوجل صورا مماثلة لها على الويب. 4. تحديد الكلمات ومعرفة مصدرها. أية لغة بما في ذلك اللغة العربية في تطور مستمر، لذلك تظهر كلمات جديدة وتختفي أخرى وتصبح من الماضي. يساعدك جوجل على تعريف كل الكلمات بسهولة تامة إذا أدخلت define ونقطتين بدون وضع فراغ قبل الكلمة. سيعطيك تعريف الكلمة وستعرف بذلك تفسير الكلمة بدون أن تضطر إلى تصفح المئات من نتائج البحث قبل العثور أو التخمين.
تعمل الحيلة كذلك مع الكلمات العامية والاختصارات. توجد كذلك أداة أخرى لغوية تستطيع تجربتها بإدخال etymology ثم نقطتين. ستتمكن بهذه الطريقة من معرفة مصدر الكلمة. جرب هاتين الأداتين مع كلمة الرهن العقاري مثلاً. 3. إيجاد ملف معين. تكون متأكداً أحياناً من الشيء الذي تحتاجه وفي أي شكل تريده، وربما تكون قد رأيت ملف PDF رائع أو PowerPoint على الإنترنت وأنت تحتاج إليه من جديد، أو تريد فقط تفحص كل الخيارات. سيساعدك جوجل على إيجاد الملف المناسب. إذا أردت العثور على ملف PDF ملون يتحدث عن سلالات القطط مثلاً، قم بإدخال سلالات القطط File Type نقطتين PDF. ستحصل بذلك على فرصة الدخول إلى الآلاف من ملفات PDF حول هذا الموضوع وفي أي وقت من الأوقات. 2. استعمال جوجل كمدقق إملائي. قد تبدو هذه الحيلة عادية لكنها لا تزال مفيدة جدا. أنت تعلم أن جوجل يقدم لنا بكل أدب الطريقة الصحيحة لتهجئة الكلمات عند ارتكابنا لخطأ من غير قصد. يمكن الاستفادة كثيرا من موهبته الإملائية الفطرية. إذا كنت غير متأكد من كيفية كتابة كلمة معينة، جرب إدخالها في طلب البحث، سيساعدك جوجل على ذلك. استخدم الكلمة في تركيبة كلمات للحصول على أفضل النتائج. 1. تتبع طرودك. أنت تعرف مسبقاً بأنك تستطيع استعمال جوجل للبحث عن جميع أنواع الملفات وأشكالها. اتضح كذلك بأنه يساعدك أيضاً على تتبع طرودك بشكل سريع، بدلاً من القيام بشيء المعتاد والذهاب لموقع شركة الشحن، عليك فقط إدخال رقم التتبع في طلب البحث. تعمل هذه الطريقة مع USPS وUPS وFedEx. ستكون من الآن فصاعداً على دراية بمكان طردك، ولن تضطر مجدداً للتنقل إلى موقع الويب أو الانتظار كثيراً. وأخيراً، حان الوقت للمكافأة. لقد قمت بعمل جيد لتعلم كيفية استعمال جوجل كمحترف، لذا حان وقت اللعب. إذا بحثت عن Atari Breakout على جوجل صور، ستبدأ لعبة كسارة الطوب الشهيرة بالعمل. استمتع بذلك. نأمل أن تكون قد استمتعت بمشاهدة هذا الفيديو وأنك ستجرب كل هذه الحيل. أخبرنا كيف كان الأمر بالنسبة لك في قسم التعليقات. إذا جمع هذا الفيديو 50,000 لايك، سنقوم بنشر المزيد من الحيل الطريفة التي تستطيع تجربتها على حاسوبك. قم بالاشتراك في قناتنا لكي لا تفوتك أي مستجدات، والبقاء دائما على الجانب المشرق من الحياة.